أكبر شركة في الجزائر على رأس نادي، كل الظروف مهيئة لمصلحة الفريق الأول، أفضل اللاعبين في الدوري، صفقات ضخمة وبرواتب جد محترمة، إلى أن النتيجة خروج من دوري مجموعات لرابطة أبطال إفريقيا وهزائم متتالية، آخرها خماسية كاملة ضد شبيبة القبائل على ملعب بولوغين. خماسية لم يتصورها أحد، لا المتتبعين ولا العارفين بشؤون النادي، لا من قريب ولا من بعيد. هزيمة ستبقى للتاريخ، أبطالها لاعبين وعدوا الجمهور بتحقيق الألقاب محليا وقريا، ليجد المناصر نفسه أمام واقع مر وكارثي. والله غير عيب كما نقولوا فريق بالجماهير تاعو تخسر هكذاك 5-0 تقعد التاريخ هادي. غير الدراهم دراهم دراهم ماشي مليحه بزاف دراهم، لازم يجيبوا واحد اللي يعرف يكون وليد مولود. يا كي يقول لي 5-0 كي تربط الفريق تربطه وتروح تماركي ما يلحقوش الخمسة النورمال. وضعية خطيرة تعود بالنادي إلى فترة الأزمات رغم تولي شركة سوناطراك زمام الأمور وعودها بتحويل النادي إلى فريق محترف بأتم معنى الكلمة، إلا أن أبناء الفريق الحقيقيين تنبأوا بفشل المشروع مؤكدين أن المولودية لا تملك حلا لأزمتها وما هي إلا بقر حلوب في نظر البعض. ما عندهاش حل المولودية، أنا مجروح تاع الصح نوزا غيديكوليزي وما يحجموش ومازالهم يقابلوا. كي جا المولودية مولودية غالية عليكم هادو دوما تاع الصادرات ولا ما رايحين دوما تاع الصادرات هادوما وين راهم؟ مولودية ما دات والو، مولودية على طاي شاذ ما عندهاش كرسي ما عندهاش عقل. كل هذا إذن جاء بعد الإخفاق في رابطة أبطال إفريقيا ليتقاسم محبي النادي الآراء في سبب المشكلة داخل المولودية، بين من يتهم اللاعبين بالتخاذل فوق المستطيل الأخضر وبين من يحمل الإدارة الحالية المسؤولية التامة لما يحدث. فهل فعلا كازوني هو السبب؟